متابعينا الأعزاء في كل مكان، أعلنت انطلاقة الشوط الخامس خاصة للبكار اللي جاية مسافة 3 كيلومترات، هنالك 29 بكرة تشارك من أجل الفوز ومن أجل التحدي ومن أجل الناموس ومن أجل المشاركة لتكون حاضرة هنالك للموسم الجديد للسباقات القادمة بموسم مليء بالإنجازات. هنالك المقدمة وصبارة، هنالك زعفة ومحمد بن سالم بن خزينة المري الشاعر يشارك هنا. مشاهدين الكرام متابعينا الأعزاء في كل مكان، هنالك ثاني الأسماء وصلت، هنالك راهية وعبد العزيز بن خليفة العطية يشارك باسم كبير، وثالث الأسماء وصلت براقة وحسين بن محمد من يكون حاضرا، ورابع الأسماء وصلت هنالك التزام وعبد الله بن سعيد المحشادي، وخامس الأسماء وصلت الشاهينية وعبد العزيز بن جاسم بن ربيع الخواري. لنا عودة إلى المقدمة والصدارة، هنالك زعفة سعفة، هنالك محمد بن سالم بن خزينة الشاعر موجود ويراقب بدقة، هنالك يراقب الحدث بدقة، وتاني الأسماء وصلت راهية وعبد العزيز بن خليفة العطية ويكون حاضرا بتحديات العطية. هنالك الله الله أسماء قوية وحاضرة للمنافسة، ثالث الأسماء وصلت براقة وحسين بن محمد في ثالث الأسماء، ورابع الأسماء وصلت الظبي ومحمد بن راشد المري، وخامس النداء مشاهدينا ومتابعينا الكرام الشاهينية وجبر بن جاسم بن ربيع الخواري. لنا عودة إلى المقدمة، وانتصفت المسافة 1500 متر متبقية بقيادة الله الله، هنالك الله راهية وعبد العزيز بن خليفة العطية، ولكن هنالك الشاعر مع الزعفة، ولكن دخول مباشرة الضبي الضبي ومحمد بن راشد المري، ودخول ثالث الأسماء براقة وحسين بن محمد، ورابع الأسماء وصل الظنون لهنالك تشارك فيصل بن راشد المري، وخامس النداء الشاهينية وجبر بن جاسم بن ربيع الكواري. كيلومتر أخير، روح يا اللي بتروح وحرك يا اللي بتحرك، جولة الأوامر الأخيرة، يلا يا عبد العزيز، يلا يا عبد العزيز بن خليفة العطية، صدرت الأوامر واستجاب للنداء، روح يا اللي بتروح، ما باقي شيء ما باقي شيء، يلا يا عبد العزيز روح في الفورمة. وتالي الأسماء ووصل الظنون وفيصل بن راشد المري، وثالث النداء ووصلت الضبية، هنالك الضبية وسعيد بن راشد بن لعري المري، معركة طاحنة معركة طاحنة، الله التي سلل الظنون وفيصل بن راشد المري، ظنون وفيصل بن راشد المري. وتاني الأسماء هنالك العطية قادم، ولكن الشاهينية والشاهينية وجبر بن جاسم بن ربيع الكواري، ولكن ظنون ظنون 300 متر أخير، الله يا ظنون ظنون شكلها جميل شكلها فريد، ظنون ظنون وفيصل بن راشد المري، والعصا في البطان وتغرد وحيدا وحبيبات الرمل تتطاير، حرك يا راعي ظنون حرك، التيم التيم مطلوب، ظنون 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 ظنون. تهانينا لسيد فيصل بن راشد المري على فوز ظنون والعصا في البطان. المركز الثاني شعار جبر بن جاسم بن ربيع الكواري شاهينية، المركز الثالث هنالك راهية وعبد العزيز بن خليفة العطية. التوقيت الزمني ساعة وصول زنون لخط النهاية، قطعات مسافة 3 كيلومترات 4 دقائق 35 و41 جزء، والعصف في الوطن. تهانينا لمالكي هذا الشعار،
المميز، تهانينا لجميع الفائزين بالمراكز المتقدمة.